Bismillahirrahmanirrahim, la langue française, troisième année primaire. Nous continuons cette fois-ci avec la page 74. Au début de la page, comme nous le voyons, on a « Réinvestir ». Le premier paragraphe, je lis de nouvelles phrases. إذن كما نرى عندنا في أول صفحة عندنا réinvestir. كما نقول استثمار جديد أو إعادة استثمار. إذا بطبيعة الحال تنعرف بأن investir هي استثمار. إذن هنا عندنا réinvestir. كما نقول استثمار للمرة الثانية ولكن المقصود هنا إعادة الاستثمار. ما معنى الاستثمار؟ يعني أننا نوظف أموالنا في مشروع جديد من أجل تنميتها. إذن نفس الشيء هنا. عندنا عبارات، عندنا جمل، عندنا كلمات. إذن سنستثمر ما تعلمناه لكي نوظفه وننميه في معطيات جديدة. إذن عندنا le premier paragraphe. الفقرة الأولى je lis de nouvelles phrases. أنا أقرأ جملا جديدة. Voilà comme nous le voyons, on a trois phrases. إذن كما نرى عندنا ثلاثة جمل. On a un petit texte composé de trois phrases. إذن عندنا نصا صغيرا مكون من ثلاثة جمل. La première de ces trois phrases. إذن الأولى من هذه الجمل الثلاث سي هي. Dodo lapin, écoute la tortue. Dodo lapin, écoute la tortue. إذن دودو الأرنب ممكن أننا نقول لولابا دودو. الأرنب دودو. وممكن أننا نقول دودو لولابا. مثلا كما لو نقول مصطفى الأستاذ. إذن ممكن أننا نقول أستاذ مصطفى أو نقول مصطفى الأستاذ. إذن طبعا الحال نسبق الاسم ثم نعرف هذا الاسم، فربما يكون هناك أشخاص لا يعرفونه. إذن عندنا هنا دودو لولابا إيكوت لا تورتي. دودو الأرنب يستمع. طبعا الحال عندنا لو فيرب إيكوتي، عندنا لو فيرب إيكوتي يعني استمع. إذن دودو لولابا إيكوت لا تورتي. دودو الأرنب يستمع لمن؟ يستمع للسلحفات، يعني أنه ينصت للسلحفات. لا دوزيام دو سي تخوا فخاز، الجملة الثانية من الجمل الثلاث. لا دوزيام فخاز أو بيان لا دوزيام دو سي تخوا فخاز، الثانية من الجمل الثلاث. لا شات أوس لي زيبول. لا شات أوس لي زيبول، القطة تهز الكتفين. المقصود أنها تهز كتفيها غير مبالية مثلا بأمر ما. إذن لا شات أوس لي زيبول، القطة تعلي أو تهز الكتفين. إي لا ديغنييغ فخاز، والجملة الأخيرة. لو لابان سولاف إي سون فا. لو لابان سولاف إي سون فا، الأرنب يقف ثم يذهب في اتجاه معين. عندنا لو فيغ سولوفي لتيعني وقف من مكانه أو استيقظ. مثلا نقول إل سولاف طو، يعني هو يستيقظ باكرا. إل سولاف طو يعني هو يستيقظ باكرا. إذا عندنا هنا لو لابا سولاف إي سون فا، إذا الأرنب يقف من مكانه ثم يذهب في اتجاه معين. عندنا هنا إي سون فا، عندنا هاد أون بحال تتعوض لنا واحد المكان، مكان معين ذهب له الأرنب. إذا ممكن أننا نقول لو لابا سولاف إي فا، الأرنب يقف ويذهب، ولكن علينا أن نكمل أين ذهب. إذا عندنا لو فيرب ألي، عندنا لو فيرب ألي، تنقولو جو في تي فا إيل فا. جو في تي فا إيل فا. نو زالون فو زالي إيل فون إيل فون. إذا عندنا هنا لو لابا سولاف إي سون فا، الأرنب يقف ثم يذهب في اتجاه معين. نو باسون أو دوزيام باراغراف فغي أو فو. إذا نمر إلى الفقرة الثانية، صحيح أو خطأ. إذن كوم نو لو فويون أون أ تخوا فخاز، كما نراه عندنا ثلاثة جمل. أون لا فخاز أ، لا فخاز بي، إي لا فخاز سي. إذن عندنا الجملة أ ثم الجملة بي ثم الجملة سي. نو كومونسون تو دابور باغ لا فخاز أ، نبدأ أولا
وقبل كل شيء بالجملة A nous commençons tout d'abord par la phrase A nous commençons tout d'abord par la phrase A إذا نبدأ أولا بالجملة A pour dire est-ce que c'est une phrase fausse ou vraie لكي نقول هل هي جملة صحيحة أو خاطئة la phrase A c'est إذا الجملة A هي Dodo le lapin écoute la tortue. Dodo le lapin écoute la tortue. Idem, Dodo l'arnab yastami li as-sulahfat. Alors, pour savoir, li kay na'rifa, tabatal adna le verbe savoir, hiya 'arafa. Pour savoir, li ma'rifat ou li ajli ma'rifat. Pour savoir, est-ce que la phrase A vraie ou fausse, li kay na'rifa hal el jumla A صحيحة أو خاطئة كيس كون دوا فار ماذا علينا أن نفعل أن دوا غوفونير أو بيتي تكست علينا أن نعود إلى النص الصغير إذن بور دير إسكو لا فخاز أ فغي أو فوس نو دوفون تو دابور غوفونير أو بيتي تكست إذن علينا أن نعود إلى النص الصغير إذن كيس كونا كيس كونا دون لو بيتي تكست ماذا عندنا في النص الصغير لقد رأينا للتو الآن دودو لو لابان إيكوت لا تورتي دودو لو لابان إيكوت لا تورتي إذن سبق لنا شفنا دودو لو لابان إيكوت لا تورتي كما في النص الصغير دولا أون بو دير كو لا فخاز أ إفغي إذن من هنا ممكن أننا نقول بأن الجملة أ صحيحة لو بيتي تكست كومبخون سيت فخاز لا Le petit texte comprend cette phrase-là et par conséquent, la phrase A est vraie. إذن النص الصغير يتضمن هاد الجملة وبالنتيجة فإن الجملة A صحيحة. إذن le petit texte comprend cette phrase-là et par conséquent, la phrase A est vraie. النص الصغير يتضمن هذه الجملة وبالتالي فإن الجملة A صحيحة. La phrase A est vraie. Nous passons à la deuxième phrase. Namor et la jumla tania, nous passons à la phrase B. Namor et la jumla B, qu'est-ce qu'on a? Nada indana. Le lapin refuse de faire la course. Idan al-arnab yarfudu fi'l as-sibaq. Aw ijra as-sibaq. Al-arnab yarfudu ijra as-sibaq. Ma bghash idir as-sibaq. Hada huwa al-ma'na dial al-jumla. Al-jumla B. Idan al-an khassna na'rfu واش هاد الجملة صحيحة أو خاطئة إذن pour l'instant nous allons voir est-ce que la phrase B vrai ou fausse est-ce que la phrase B vrai ou fausse هل الجملة B صحيحة أو خاطئة de la même façon pour savoir est-ce que la phrase B vrai ou fausse nous revenons au petit texte لكي نعرف هل الجملة B صحيحة أو خاطئة نعود للنص الصغير كيس كنا دون لو بيتي تكست ماذا عندنا في النص الصغير اون ديجا في راينا فيما سبق دودو لو لابان ايكوت لا تورتي اذا هذه الجمله الاولى ثم لا شات اوس لي زيبول هذه ما عندناش ثم لو لابان سولاف اي سون فا الارنب يقف ثم يذهب اتجاه معين لا فخاز بي اللي عندنا لو لابان غوفيز دو فير لا كورس الأرنب يرفض فعل السباق إذا طبعا الحال ست فخاز لا نيكزيست با دون سو بيتي تكست إذا هذه الجملة لا توجد في النص الصغير إذا لا فخاز بي نيكزيست با دون لو بيتي تكست إذا الجملة بي لا توجد في النص الصغير إي باغ كونسيكون وبالنتيجة لا فخاز بي إي فوس إذا وبالنتيجة فالجملة بي هي خاطئة نو باسون à la dernière phrase. La phrase C. Namor et la jumla l'akhira, la jumla C. Qu'est-ce qu'on a? Mada indana? On a la chatte, se lève et sourit. La chatte, se lève et sourit. La chatte, se lève et sourit. Yani, anna l'qibta, tanhadu, matelan min firashiha, et sourit. Ou, tabtasim. Taba l'hal, adna l'avoir, sourire. Hada machi, la souris. La souris, yani l'fa'ra. هنا عندنا لو فيرب سوغيغ عندنا فعل هنا عندنا سولوفي اي سوغيغ استيقظ وابتسم سولوفي اي سوغيغ
استيقظ وابتسم. إذن عندنا هنا لا شات سلاف السوري يعني أن القطة تنهض أو تستيقظ وتبتسم. إذن اسكو لا فخاسي فغي أو فوس، هل الجملة سي صحيحة أو خاطئة؟ دو لا ميم فاسون بنفس الطريقة بو سافواغ اسكو لا فخاسي فغي أو فوس، لكي نعرف هل الجملة سي صحيحة أو خاطئة نو غوفونو أو بوتي تكست، نعود إلى النص الصغير كوم نو لافون ديجا في. إذن كما رأيناه فيما سبق أنا ديجا في دو دو لو لابان إيكوت لا تورتي. إذن نحن رأينا فيما سبق دو دو لو لابان إيكوت لا تورتي، بوي أنا ديجا في لا شات غوس لي زيبول، إي أون فا كيس كون ديجا في؟ أنا ديجا في لو لابان سو لاف إي سون فا. إذن وفي النهاية ماذا رأينا؟ رأينا فيما سبق لو لابان سو لاف إي سون فا. إذن لا شات أوس لي زيبول، هذا الذي رأيناه في النص الصغير، ماذا عندنا في الجملة السي؟ أنا لا شات سولاف إي سوغي، القطة تستيقظ وتبتسم، هذه الجملة غير موجودة في النص الصغير. لو بوتي تكست نو كومبخون با سيت فخاز، النص الصغير لا يتضمن هذه الجملة. لو بوتي تكست نو كومبخون با سيت فخاز، إذا النص الصغير لا يتضمن هذه الجملة. Et par conséquent, وبالنتيجة, cette phrase est fausse. هذه الجملة خاطئة. Nous passons au troisième paragraphe. نمر إلى الفقرة الثانية. On a, je mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots. Je mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots. إذن أنا أضع المقاطع اللفظية في الترتيب من أجل قراءة الكلمات. Je mets. عندنا le verbe mettre. عندنا le verbe mettre. C'est le verbe mettre. هو فعل وضع. لي سيلاب كما رأينا فيما سابق يعني المقاطع اللفظية، هي مجموعة حروف ممكن يكون حرف واحد تنطق دفعة واحدة. إذن كما نرى عندنا هنا عندنا مجموعة حروف، كل مجموعة تنطق دفعة واحدة لا يمكن تجزئها، مثلا سو لا نقول سو، هذه المجموعة الحرفية تنطق دفعة واحدة. ثم عندنا غي، إذن هذا غي تنطق دفعة واحدة لا نقول غي إي. ثم عندنا لا، ثم عندنا ب، ثم عندنا تخ، ثم ني، ثم ف. إذن هذه الأحرف طبعا الحال كل مجموعة تنطق دفعة واحدة. إذن جو مي لي سيلاب دون لوغ بوغ لي ليمو، أنا أضع المقاطع اللفظية في ترتيب من أجل قراءة الكلمات. إذن طبعا الحال ما الذي سيجعلنا نأخذ ترتيبا معينا؟ ممكن أننا نضع هاد المقاطع اللفظية بطرق متعددة، الذي سيحكم على هذا الترتيب هو معنى الكلمة. يعني ملي غنوضعوا واحد الترتيب معين لهاد المقاطع اللفظية ويعطي واحد المعنى، وبالتالي فالترتيب صحيح. وإذا لم يعطينا كلمة موجودة في اللغة الفرنسية لها معنى فهذا الترتيب خاطئ. نأخذ المجموعة الأولى على اليسار، عندنا غي ثم عندنا سو. هل نقول مثلا غيسو؟ غيسو طبعا الحال في اللغة الفرنسية هناك كلمة غويسو، المقصود بها الجدول أو المجرى المائي. إذا نتكلم هنا عن غويسو، المقصود بها جدول من الجداول المائية. ولكن الذي عندنا هنا، عندنا غيسو، هل هناك كلمة غيسو؟ طبعا الحال الكلمة غير موجودة، وبالتالي هذا الترتيب غير صحيح. وبالتالي فإن هذا الترتيب غير صحيح. الصحيح هو سوغي، الصحيح هو سوغي. طبعا الحال نقول لا سوغي يعني الفأرة. إذن هذه الكلمة موجودة وبالتالي هذا الترتيب صحيح. إذن نمر إلى المجموعة الثانية، عندنا با ثم لا. هل يمكن أن نقول بالا أو بين لا؟ هذه الكلمة غير موجودة، الموجود في الكلمة هو لابا. إذن نقول لابا، لابا يعني الأرنب. إذن الترتيب الصحيح هو لابا. إذن عندنا لابا. إذن كما نرى عندنا لا هذه تنطق دفعة واحدة، ثم عندنا با تنطق دفعة واحدة. إذن هذا سيتون سيلاب وهذا سيتون سيلاب. نمر إلى المجموعة الأخيرة، كما نرى عندنا ثلاثة مقاطع لفظية، عندنا تخو ثم ني ثم ف. إذن هل يمكن أن نقول مثلا تخونيف؟ إذن هذه الكلمة غير موجودة. إذن الصواب هو
فونيتر هو فونيتر يعني نافذة. إذا الترتيب صحيح لدى المقاطع اللفظية هو فونيتر. إذا نضع ف أولا ثم ان او اكسون سيركونفلكس ثم نضع تخ ثم نضع تخ في الأخير. نو باسون او كاتخيام باراغراف نمر إلى الفقرة الرابعة. عندنا جيكري سور مون كيي جيكري سور مون كيي أنا أكتب على دفتري. إذا طبيعة الحال علينا أن نكتب هذه الحروف على الدفتر لنتدرب عليها. إذا عندنا حرف اس ثم عندنا دوز اس حرفي اس ثم عندنا اس ا ثم عندنا اس ا وتنطق سا ثم عندنا اس او اي وتنطق سو ثم عندنا انطاس. طبيعة الحال فنجان انطاس يعني فنجان او كأس. نقول مثلا انطاس دو تي دو تي فنجان شاي او كأس شاي. ثم في السطر الثاني عندنا لا لاتر اف عندنا حرف اف ثم عندنا ف ثم عندنا لا سيلاب ف اف ا تنطق ف ثم لا سيلاب فو اف او تنطق فو ثم لا سيلاب في اف اي تنطق في ثم عندنا الكلمة اون في اون في اون في يعني بنت. إذن علينا أن نتدرب على كتابة هاد الأحرف وهاد الكلمات بالشكل الصحيح. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.